بسم الله. في هذا الفيديو حنتكلم عن السي بروجرامينج تولز ان لينكس. حنتكلم عن الجي سي سي فقط. الجي سي سي عبارة عن سي كومبايلر درايفر، بيستخدم مجموعة من التولز: السي بي بي بري بروسيسور، السي كومبايلر والاسمبلر واللينكر. البري بروسيسور بيعالج الدايركتيفز اللي هي الديفاين والانكلود، بعدين الكومبايلر بيحول السي كود الى اسمبلي كود ماشين لانجويج، الاسمبلر بيحول الاسمبلي كود الى اوبجكت كود، اللينكر بيجمع الاوبجكت كود مع اللايبراريز ويطلع الاكسكيوتابل. فخلينا ناخذ مثال على هذا الكلام. بس قبل ما نروح نسوي الملفات، خلينا نشوف كيف الطريقة لهذا المثال. هنعمل فاكتوريال. الفاكتوريال عبارة عن عملية ضرب، فعندك الاثنين في واحد، الثلاثة، ثلاثة في اثنين في واحد، وهكذا الأربعة هتساوي 24، الخمسة 120، الستة 720. طيب الآن البرنامج حنعمله كذا بهذا الشكل، فاكتوريال يشمل كابيتال، فاكتوريال ستة مثلا حيطبع لي ستة فاكتوريال بتساوي 720. فنقول نسوي مجلد سي تولز، ونروح على هذا المجلد سي تولز. طيب خلينا اعمل الفانكشن اول شيء، فاكت دوت سي. في هذا الفانكشن فاكت الفانكشن عبارة عن iteration loop على الانبوت، فاذا كان واحد حيكون واحد، اثنين، اثنين في واحد، ثلاثة، ثلاثة في اثنين في واحد، الاربعة، اربعة في ثلاثة في اثنين في واحد، وبعدين يطبع النتيجة. فهنقول هنا while x اكبر من واحد، اعمل iterate على x minus minus، كمان هنحتاج الى مكان نجمع فيه عمليات الضرب. فنقول result هنضرب ونجمع الx فيها، هنعرف الresult int result هتساوي واحد، ونرجع الريزلت return result. اوكي طيب الآن نعمل declaration fact int x، بعدين نعمل المين بروجرام. في المين بروجرام هنقول نشيك على الانبوت، فنعمل اذا كان عدد الانبوت، خلينا نشيك اول شيء اذا كان اليوزر ما ادخل اي انبوت، بعدين ايش نوعية الانبوت اللي ادخله. فاذا كان الارج سي اقل من اثنين، ليش اثنين؟ لانه الاسم البرنامج واحد والانبوت الاول هو الثاني. فحنقول له print if error message، نقول no input، قبل كده نقول new line، وبعدين return minus one مثلا هذه الايرور. طيب اذا اليوزر ادخل input واحد لكن هذا الانبوت كان help، يبغى help،
اتش يعني مثلا، فنقول ايش اف ارج في، لانها نص حنقارن النص، يساوي اتش، فنقول له هنا برنت اف يوزج فاكتوريال وانتجر نيو لاين وريتيرن زيرو. طيب اذا ادخل رقم نقول له اطبع، ولا نبغى يطبع بهذا الشكل، احنا نبغى يطبع بهذا الشكل، ف كيف حنسوي؟ نقول برينت اف اطبع الانبوت، بعدين علامة التعجب، بعدين اطبع الاوتبوت ونيو لاين. طيب الانبوت حيكون عبارة عن انتجر رقم دي، فالدي هذه حنحتاج نحول الارج في الى انتجر، من نص الى انتجر رقم. فنستخدم فانكشن اسمها a2i، في هذه الفانكشن نعطي arg v1، وهذه الفانكشن حنعرف لها متغير اسمه input يساوي. الان نجي هنا نستخدم هذه الفانكشن input، وبعدين الراجع من الفانكشن حقت الفاكتوريال. ايش مسوي برضو input. طيب الان نضيف اللايبريز. اللايبري حقت ال a2i هي std، عفوا include، اول شيء include std lib.h، واللايبري حقت الفانكشن اللي عملناها هي الهيدر فايل اللي هي fact.h. اعتقد كده البرنامج صحيح. لا include، did you mean في غلط في include؟ لا ماني شايف غلط في include، in لكود هذه include. اوكي طيب كده صح الكود، فصار عندي ثلاث ملفات. تعال نعمل لها compile gcc الفاكت.c والmain.c، واظهر لي كل الwarnings، واعطيني optimization، واعطيني الoutput حق اليوزر حق الexecutable، وسميه factorial. طيب في عندي warning هنا، الwarning بيقول، طبعا هذا الwarning ما هو syntax error ولكن قد يكون logical error. اللوجيكال ايرور حيقول لك ان سبيسيفايد بيهافيور، يعني ديفينيتلي لوجيكال ايرور. فخلينا نشوف، لو قلت له اول شيء اليوزر ما ادخل اي انبوت يفترض انه يعطيني ايرور نو انبوت، ممتاز. لو قلت له اليوزر ادخل اتش، ها هنا المفروض يعطيني اليوزج، المسج حقه اليوزج، فهنا في خطا اللي هو هذا الخطا حق اللوجيك. طيب الان نعدله. طيب لو اليوزر ادخل رقم حيحسب ويطبع صح، اذا فقط الخطا هذا نعدله الان. the main كيف تقارن؟ عشان تقارن ما بين رقمين في فانكشن اسمها string، عفوا ما بين نص في فانكشن اسمها string compare strcmp، فنحتاج نغير هذا، نقول strcmp ونعطي النص الاول والنص الثاني. طبعا هذه الفانكشن اذا النصين متشابهين حتعطيك واحد، واحد معناتها في داخل الاف فولس، فما حيدخل داخل الاف، عشان كده حنضطر اننا نعكس الاوتبوت. فاذا كان اعطاك واحد معناتها زيرو، معناتها اوكي. نحتاج نحط اللايبراري. اللايبراري هي include string.h. طيب الان
نحتاج اننا نحذف الفاكتوريال هذا. فاكتوريال طيب، ونرجع نعمل كومبايل من جديد جي سي سي فاكت دوت سي و مين دوت سي، اظهر كل الاوبشنز واعطيني الاوتبوت باسم فاكتوريال. اوكي، الان لو اليوزر ادخل اتش يفترض انه يعطيه اليوزج، ممتاز. لو ما ادخل شيء يعطي ايرور، لو ادخل رقم يعطي النتيجة، ممتاز. في حاجة ثانية، مو شرط اني اعمل على طول الاكسكيوتابل، بامكاني اعمل اوبجكت قبل ما اعمل الاكسكيوتابل. فالار ام نحذف ونرجع نعمل كومبايل عن طريق اول شيء اني اعمل كومبايل للسورس كود فاكت دوت سي ومين دوت سي، هذه حيحولها الى اوبجكت. فلاحظ اصبح عندك اوبجكت، بعدين اعمل جي سي سي مره ثانيه للاوبجكت. خلينا اول شيء نكتب الفاكت فاكت اوبجكت والمين اوبجكت، والاوتبوت اعطيني هو فاكتوريال. الان اصبح عندي اكسكيوتابل من الاوبجكت ويشتغل بنفس الطريقه، ممتاز. هذا اهم الاشياء اللي نحتاج نعرفها بالنسبه للجي سي سي. بس ممكن نشوف ايش الفروقات ما بين الكومبايليشن. فمثلا الكومبايل العادي اللي هو خلينا اول شيء احذف الملفات هذه، احذف لكل الاوبجكت مع الفاكتوريال. اوكي، الكومبايل العادي اللي هو هذا جي سي سي مين دوت سي، عفوا قبل المين فاكت فاكت دوت سي مين دوت سي، والاوتبوت شو اول وورنينج، والاوتبوت يكون فاكتوريال. هذا الكومبايل العادي. في عندك كومبايل ثاني بطريقة ثانية، ممكن انك تضيف ال اوبشن سي، يفضل كذا اوبشن سي. هذا يعمل لك كومبايل عن طريق ال اوبجكت، وبعدين تعمل فقط كومبايل للكود بدون ما يعمل الاكسكيوتابل. وفي عندك كومبايل للديبجر باستخدام الجي اوبشن، وفي الاوبتمايزيشن. فخلينا نقول الديبجر، نقول هذا فاكتوريال فاكتوريال ديبج، ونعمل برضو كومبايل بالاوبتمايزيشن. ونشوف ايش الفرق في الاحجام. لاحظ الان، اوه غلطت انا، افترض اني ما اسميه ديبج، هذا الديبج وهذا الاوبتمايز. فالآن نشوف الأحجام. لاحظ الفرق في الأحجام، أحجام الملفات هذه. لاحظ الكومبايل العادي فاكتوريال 8 كيلو بايت، الكومبايل الديباج 11 كيلو بايت، الاوبتمايزد برضو تقريبا 8 كيلو بايت ولكن اقل بشوية.
طيب ايش ليش؟ لانه الاوبتمايزد ما بيستخدم كل اللايبراري اللي اضفتها، بيستخدم الفانكشنز فقط اللي انت استخدمتها، بالاضافه الى انه بيرفورمانس اعلى او اسرع. الكومبايل العادي، مجرد كومبايل عادي، بيضيف اللايبراري ويعمل لها لينكج ويشغلها. الديباج مضاف الى الكومبايل كود عشان تعمل له ديباجينج وتريسينج، لذلك حجمه اكبر. اوكي، وبكذا طبعا كلها تشتغل زي ما يشتغل البرنامج العادي النورمال كومبايل. فكذا نكون خلصنا الجي سي سي، وان شاء الله في بقية التول في مقاطع ثانية.